نياره ما تقوليليش بقى ان انت اموره ما فيش حاجه صح؟ لا لا والنبي يا يارا منه رقنا منه رقنا معايا انا مش طب معلش سؤال لمؤاخذة، انتوا وانتوا جايين النهارده اتفقتوا كده قلتوا ان احنا النهارده هنعمل مديتيشن؟ لا النهارده لا والله احنا بنعمل في الحاجات والله اللي بتضحك المصدر وعمالين نفتكر في مواقف كوميدية محضرين مجهزين الضحك يلا بقى حد بعد كده تاني هقول له لا هنقول ان شاء الله قولي يا يارا ضحكة جاية يا جماعة هو انا ابتديت في الاول خالص من مسرح الجامعه بس انا عايزه ارجع بالزمن لورا شويه واحكي حاجه انا ما كنتش ناويه احكيها بس يعني المود العام شجعني ويمكن اقول حاجه في حد بيتفرج محتاج يسمعها تفرق معاه عشان انا ما لقيتش وانا صغيره حد يقول لي الكلام ده. انا طول عمري اوفر ويت ومن وانا صغيره في المدرسه اتعرضت للتنمر مش عارفة الاكسبرشن بالعامية يعني الناس بولين. كانوا مستقصدينك بالتريقوا عليكي بالظبط بأشكال كثيرة قوي سنين كثيرة قوي في المدرسة وده كان من الأسباب ان انا برغم ان انا عايزة امثل من وانا عندي 7 سنين الا ان انا دايما كنت شايفة نفسي مش كفاية مش حلوة كفاية مش رفيعة كفاية دمي مش خفيف سمجة جدا و يعني ما اعرفش ازاي جت سنه في سنه ربنا حط فيها قوه معينه ان انا اقدر لا انا عايزه التمثيل وهدور في التمثيل ومش متخيله نفسي في اي حاجه تانية مع ان ساعتها كانت لسه الثقه مش عندي. رحت مقابلات كتيره وكاستنجز كتيره والابواب كلها كانت مقفله في وشي بعد الجامعه بعد مسرح الجامعه. ف على قد ما انا حابه التمثيل وعلى قد ما انا كنت في الاول عندي الحته الحالمه دي انت اداب انجلش انت كنت اعلام انجلش جامعه القاهره اعلام انجلش جامعه القاهره فعلى قد ما انا في الاول كان عندي الحته اللي فيها حماسه الشباب دي اللي هو لا انا مش هشتغل حاجه غير التمثيل انا مش متخيله نفسي في اي حاجه تانية الا ان انا لما الابواب اتقفلت كتير قوي قوي في وشي فبقى عندي حته اللي هو طب خلاص اللي مش عايزنا احنا مش عايزين خلاص فاشتغلت بقى شغلانات كتيره قبل SNL اشتغلت في كول سنتر سنه اشتغلت في يعني بتردي على التليفونات دي شغلانه ممله بالنسبه لك جدا ومتعبه للاعصاب وللودان وللرقبه وللعينين الشركه كانت بترد على ناس في انجلترا بس برضو يعني الموضوع مش ابسط خالص او مش اسهل يعني كانوا خواجات اللي بيكلموكوا بس ستيل ستيل نفس لا كنت بتقولي ايه بقى قولي لنا سبيكينج كده كنت بتقولوا كنت بقول ايه جود افترنون ذس از كالي سبيكينج مي اي هيلب يو بليز كان اسمك كالي تريجر ده اسم مستعار ما تسالينيش ليه حركي هم واحنا في فتره التريننج كنت نصبه كنت باسمه ايوه حلو بعد هتروح لوحدك ما تقلقش شوفي ده ناصح على فكره وهم في التريننج ادونا اوبشن ان ممكن بنفس اسمكم او باسم تاني فليه الواحد ما يعيش في شخصيه تانية كنت عايش شخصيه كالي بقى كالي تريجر كنت متخيله كالي دي شكلها ايه الشخصيه المفضله بالنسبه لي في مسلسل امريكاني فكالي اشتغلتي كول سنتر اشتغلت ماركتنج في شركه ماركتنج شويه اشتغلت في سوشيال ميديا اشتغلت في شركة دعاية واعلان ودي كانت اخر حاجة قبل SNL والحقيقة ان انا مع يعني باختلافات بسيطة لكن برضو عمري ما لقيت نفسي تماما في اي حاجة من الحاجات دي. المهم لف الزمن وبعد ما انا بطلت اسعى وادور لكن يعني ان انا بطل سعي ده جي بعد سعي وكتير كتير ابواب مقفلة واتغلب على نفسي وانزل وادور كاستنج دايركتور بتاعت SNL ساره نوح كانت فاكراني من كاستنج قديم من سنين فكلمتني قالت لي انا بعمل كاستنج تيجي فقلت لها اجي واجي دي مش بلهفه يعني اجي دي اللي هو تمام يعني بنجرب حظنا مش خسرانه حاجه ومش عارفه بقى ده كاستنج ايه ولا فاهمه اي حاجه لسه فروحت ولاني مش متوتره وما عنديش اللهفه الفظيعه بتاعت زمان دي حاسه ان ما عنديش حاجه اخسرها فعملت احسن ما عندي فحاجه جابت الثانيه جابت الثالثه ولقيت نفسي في SNL
يعني انتوا الستة قاعدين على الكنبتين دول في الاستوديو دول، كل واحد فيكم حقق حاجة مهمة اللي هو كان عايزها. الحمد لله. اللي هو كان عايزها بالظبط. الحمد لله. مش حاجة شبهها. الحمد لله. مش حاجة بنت عمها. لا. أبدا. طب دي يعني ده يمكن يخلي فيه نهاية سعيدة كده وناخد نفسنا بعد كل المأساويات اللي انتوا خدتوها لنا دي. طبعا.